الحمد لله، هذا نهار كبير بالنسبة لمدينة مراكش. مدينة مراكش اللي هي وجهة وطنية وجهة دولية، دونك كتستاهل شي خدمة اللي في 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 اللي كيليق بالاسم ديال مدينة مراكش. الحمد لله اليوم تم الانطلاق التوقيع على العقد ديال التدبير المفوض لقطاع النظافة في مدينة مراكش، وهذا العقد هذا اللي الحمد لله كيتضمن جديد مهم ومهم جدا اللي غيرقى بواحد المستوى جد عالي للنظافة في مدينة مراكش اللي يليق بالساكنة ديال مدينة مراكش. كما كتعرفوا أن المدة ديال العقد اللي هو 7 سنوات تم ضخ استثمارات هائلة من أجل ضمان هذه الجودة والاستمرارية ديال هذا المرفق الحساس والهام جدا. هذا الكونترعرفات جديد اللي هو مهم جدا، اللي هو استخدام تقنيات تكنولوجيا جديدة. هذه التقنيات اللي غادي تسهل العملية لا ديال الأداء ديال 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 العمال ديالنا، ولا الأداء ديال الآليات ديالنا، وكذلك غيمكن من واحد المراقبة وواحد التتبع اللي غيكون آني ولحظي بالثانية وبالدقيقة. كنشكر جميع المواقع التواصلية اللي جات اليوم واكبت معنا هذا الحدث ديال إعطاء الانطلاقة لشركة أرما للنظافة التي ستبدأ إن شاء الله يوم الجمعة المقبل فاتح يناير 2021، وعندها 4 ديال المقاطعات، مقاطعة جليز، مقاطعة المدينة، مقاطعة سيدي سبن علي، ومقاطعة النخيل. وغدا إن شاء الله غيكون عندنا انطلاقة ديال الشركة الأخرى في مقاطعة المنارة بوحدها. إذا على بركة الله اليوم انطلقنا بحضور السيد الولي كما رأيتم، يعني انطلاقة إن شاء الله ديال واحد الفترة أخرى جديدة ومتجددة، ولكنها ستكون متطورة وراقية إن شاء الله، وغتعطينا واحد النظرة أكبر مما كنا نعرفه على مدينة مراكش اللي تصنفت من المدن النظيفة يعني بعد المؤسسات يعني الدولية. إذن احنا دابا الآن أولا هذه النظافة هي واحد المرفق حيوي ومهم بالنسبة إلينا، هو من الأمور اللي كل شيء المراكشيين كينتظروا أنه النظافة ديال الحي ديالهم وديال المدينة ديالهم تكون جميلة. واليوم احنا كنعطيوهم عاوتاني من جديد، كنأكدوا على أنه تحرينا أكثر في دفاتر التحملات باش تكون الخدمة في مستوى عالي. كاين الجديد يعني في هذه المرحلة الجديدة، منها أولا أن باش يعرفوا المواطنين، وهذا الشيء غادي يكون فيه تحسيس، هو أنه هذه القضية ديال جمع النفايات غادي يكون بالليل، ما بقاش غادي يكون بالنهار. إذا الناس خصهم يعني لابد يعني يتعلموا هذا إلى آخره باش يبداو يخرجوا المسائل ديال النظافة ديالهم يعني الحاويات الجديدة. كاين كذلك يعني تجارب، درنا واحد النوع ديال التجارب إن شاء الله بينا نشوفها باش نعموها إن شاء الله من بعد. يعني منها أولا أنه كاين يعني حاويات اللي غيكونوا تحت ارضيه، هناك حاويات تحت ارضيه، التجربه هذه غادي نبداوها في مراكش في هذه المرحله. وكاين كذلك يعني واحد التجربه اخرى هي انه غادي يكونوا بعض الاحياء نموذجيه اللي غيكون فيها يعني لو تخي لا سيليكسيون،